القطة الصغيرة تبكي عند قبر أمها. انظروا، إنه باوزر ومعه ثلاث كلاب لطيفة. مرحباً أيتها القطة الضالة، ماذا تفعلين هنا؟ هذه أراضينا، يا كلاب اهجموا. أوه لا، هذه مشكلة. أوه لا، توقفوا. أنت آمنة الآن قطتنا الصغيرة. مهلا، أتتحداني؟ ماذا؟ خذ هذا. ماذا؟ كلابي، ماذا حدث؟ أنقذ ماريو القطة الضالة، هيا لننضم إليه. أوه لا، السيد أسنان قادم للقبض على القطة الصغيرة. أوه، لن يحدث ذلك أمامي. السيد أسنان قام بعض لسان ماريو. أوه لا، لدي لساني بعد. أتريدين سريرا جديدا يا قطتنا الصغيرة؟ لدي فكرة لسرير القطط باستخدام مقعد المرحاض، وبالطبع مستوحى من الأسنان. لنضع بعض هذه الأسنان الكبيرة هنا، والآن لدينا فم بأكمله. إنه يفتقر إلى شيء. ماذا عن حرية باحر؟ لا، أحتاج فقط للشبكة، سأستخدمها لتعليق سرير القط. تدا، سرير متأرجح للقطة. يوم جميل في صندوق الرمل، احترسي. أوه لا، ماذا حدث القطة الصغيرة؟ لقد أصبحت مسطحة. أوه، أنا أعرف، لنجعلها طبيعية مجددا. ها قد عادت. انظروا إلى هذه الآثار اللطيفة. لدي فكرة، ماذا عن استخدام واحدة منها كقالب ومن ثم نصب بعض اللماع السائل؟ تحققوا من ذلك. قلادة بشكل أصابع. أوه، لنستخدم ماء الويج السحري هذه المرة. نصبه على الرمل للكشف عن عنصر مفاجئ. هل يمكنكم تخمين ما هو؟ الآن لنشطف هذه القطعة من الرمل ونرى ماذا سنحصل. أوه، حقيبة ظهر صغيرة لطيفة، مثالية للقطة الصغيرة. هل هذا ماريو؟ من غيري؟ من يمكن أن يلتقط القطة الصغيرة؟ أجل، الفحم جاهز، شواء الفطر، لنشوي القط. وداعا، استمتع. ها؟ قطتي! أوه لا! ماذا حدث لقطتي الصغيرة؟ أوه! لن أنساك أبداً! سأفتقد خدوشك، جمالك، حتى قمامتك! أوه! أهذا أنت؟ واو! إنها حقاً أنت! أنت بخير! أوه! أوه! لنطه، لن أتركك تغيبين عن ناظري أبدا. أوه لا، هذا مقزز، أكاد أحملها. أوه لا، انظروا، سقطت على اللعبة وعلى وجهها. أنت فعلت هذا، أنا غاضبة جداً. خذي هذا. لعب صندوق القمامة. هذا سيء جداً، لنجرفك إلى المرحاض. لنصلح صندوق القمامة. ها هو، نظيف وجميل. ماذا؟ ما هذا؟ أوه، على أي حال، أيتها الطبيبة، القطة بحاجة للمساعدة. ماذا حدث؟ قلب القطة الصغيرة يضعف تدريجيا، من فضلك انقذيها. ضعف ضربات القلب؟ أوه، نحتاج إلى جهاز الترويج الصاعق، لنشحنه الآن. مجددا. أوه لا، روح القطة الصغيرة. ومن هذا؟
ملاك موت القطط. هذا مخيف جدا، ولكن لا نفقد الأمل. لنقدم لقطتنا سمكة الطاقة. رائع، قلبها يتجدد وهي حية وبصحة جيدة. هذا أمر مستحيل. هي القطة بخير الآن. لنلعب لعبة صغيرة، نضعك هنا. هدف مثالي. الآن لنلعب بولينج. أنقذ القطة يا ماريو بسرعة. أمسكتك. قطة مسكينة. ها؟ أوتش، إنه حاد. لنستخدم هذه الكرات المقطوعة إلى نصفين لتغطية الحواف الحادة. الآن كلها ناعمة. واو، مكان رائع للجلوس، ولكن يمكن للقطة الصغيرة فقط أن تصل. إنها تحبه. إنها بأمان الآن. أتشو، ما هذا؟ ذراع قطط. خذي هذا. لم أصبها. قطتي صغيرة لطيفة. أتشو، فروكي في كل مكان. ماذا يمكن أن نفعل؟ صحيح، يمكنني استخدام هذا لتمشيطك. انظري، إنه يتخلص من الفراء. ويمكنني استخدام هذا لصنع شيء لطيف. وبلمسة نهائية، بعض الطلاء. واو، قبعة ماريو صغيرة لطيفة، تناسب بشكل مثالي. لطيفة جدا. أنت جميلة جدا. أوتش أوتش أوتش، ماذا فعلت؟ مخلب حاد. لنضع بعض النديهان الخفيف على هذه الكفوف الصغيرة الجميلة. وبالطبع نستخدم قفازات صغيرة جميلة لكفوف القطة. أها، الآن يمكنني اللعب كما تريدين. القطة سعيدة الآن. مرحبا أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعا للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.